الحمد لله أنا شكرا. من سكنة المحمودية، ونعم من 2006 تهجرت البابل، اي بالحمزة الغربي اللي تابع البابل. البابل اي أنا يعني عندي بنية معاقة، اي اي سافرت بيها للهند، فما أعرف ما صارت العملية. ليش ما صارت؟ يعني ما تصير لها عملية؟ ما قالوا لي ما تصير إلا يصير عمرها 13-12 سنة. شنو بيها؟ معاقة ولاديا، انحناء بالعمود الفقري، انحناء هيك بظهرها، فبعد ما انحناء كبير، يعني قالوا لي مرور الوقت لا ما تسوي لها عمليه تقعد تجلس على عربان. فما طلعت ثاني. عمرها 13 سنه هسه، اي طالبه مدرسه يعني بالثالث، راحت للثالث تاخذ اولى، تاخذ اولى على المدرسه كليتها، يعني خامس وسادس ما يجيبوها. ما شاء الله نادرة وشاطرة، يعني توصل مرحلة تعجن حتى مكان أمها، يعني عافية عليها. اي بس هي اللي يعوق بها مشكلة هاي، بس انحناء. اي من تكرم تطلع لل يعني بالصحيات، زين ما تقدر تقعد، يعني اللي رجلها انحناء حيل طاوية، ظهرها طاوي. مشيتها؟ مشيتها لا، ما يعني ما تقدر الا اخذ لها تك تك سيارة. انا كاسب، انا اليوم طالع الساعة بثلاثة بالليل، ما مشتغل ولا بربع دينار. عندي اربع اطفال، اربعه وهي هاي البنيه الخامسه بالمدارس. بالمدارس يدامون الله شاهد. اي والله عافيه عليهم. واللي ما مسجله بالاول يدرس اخوه ابو الخامس وياخذ احسن من ابو الثاني دروس. ابو الاول هسه استلم كتب البحث، يخابروا لي يقولوا لي حسن زين، هو هذا حسن الصغير مالتي، يعني مدلل حسن. لا مدلل طبعا شيء اكيد. هي اختهم الكبيره؟ لا اخوهم سجاد الكبير. اختهم على راس سجاد. هي هاي المعاقه، فسويت لها راتب مال معين. بعض الاحيان من تصير لي شغله هناك، انا يعني لحد الان مستمسكاتي محموديه عن بغداد، من اروح هناك يضوجوني وانا اضوج من نوع الاضوج، يعني قاعد ببابل اقول ليش انا من بغداد؟ ليش ترجع؟ والله شويه الظروف صعبه شويه، ما يعني اقدر يعني. حتى على شغلك طبعا شيء اكيد، محموديه امنه وزين الوضع طبعا بيها. طبعا شيء اكيد، بس هو المشكله الاجارات غاليه، يعني انا هسه هناك بالحمزه وماجر 200، يعني بعد لي انا اربع ايام يريد من عندي 200، وما مدبر ما مدبر ان الله شاهد. سووا الراتب مال الرعايه والعاطلين 160 بالشهر، زين شلون يقولوا لي ببغداد يعطون يعني للمعين وللمعاق 520، زين انا ببابل ليش يعطونها 160؟ اذا يعني على العرف هاي وحده. زين انا استلم رعايه، اي استلم 160، شنو ال 160 هن؟ ما يسوون يعني مصرف واجور وكذا. انا احييك. الله يبارك فيك. انت شو تحتاج؟ انا يمك هسه اليوم، انا اخوك. الله يبارك فيك. خلي تليفونك هنا يمي، انت ابعضين على العمليه مالت هاي البنيه. هذه يعني العمليه اشوف تقارير، ندز هالتقارير ندز هالاطباء هنا. الله يبارك فيك. اكو اطباء عظام هنا همين مقاصرين. يا ريت احنا خاصين بالعمود الفقري او المفاصل، شوف شنو يقولون. اكيد ما عندهم خبره، اذا كانت العمليه تصير برا هم الناس الجهود الطيبه، الجهود الطيبه نوصلها. توصل ما توصل عمليه تخليها نرجع بها، مو اشكال. الله يبارك فيك. خليك.